وبحسب صحيفة كيكر الألمانية، اتخذ الألماني الذي يملك في رصيده 22 مباراة دولية المهلة المحددة من لايبزيغ، وهو الأمر الذي عزز الانطباع بشأن تخطيه للرحيل بالمجان في الصيف. وأضافت الصحيفة الألمانية أن شرودر لم يفقد الأمل ويرغب في التحدث مع اللاعب من جديد الأسبوع القادم. وتابعت كيكر بأنه لا توجد مؤشرات بشأن إمكانية قبول اللاعب لرغبة النادي ولا لإمكانية تحسين لايبزيغ من العرض المالي. وتجدر الإشارة إلى أن شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية أفادت في شهر سبتمبر أيلول الماضي بإعجاب ريال مدريد بخدمات كلاسترمان في ظل قدرته على اللعب في جميع مراكز الخط الخلفية. وبالتوجه إلى إنجلترا، فقد أخفق المصري محمد صلاح في تنفيذ ركلة جزاء خلال مباراة فريقه أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد مساء الاثنين ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز. واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ليفربول بدعوى وجود عرقلة على دياز من قبل سفان بوتمان، ونفذ صلاح الركلة، لكن الحارس دوبرافاكا تألق في التصدي لها بالدقيقة 23.